أنه لابد أنه قبل الدراسة نعرف أشياء، منها أسئلة خمسة. السؤال الأول: لماذا ندرس التوحيد؟ ولماذا ندرس مثلا الأصول الثلاثة؟ وما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ أسئلة القبر. وما هي الثمرة التي نجنيها من دراستنا الأصول الثلاثة؟ وفهرسة الأصول الثلاثة. من يفهرس لي هذا المتن؟ قلنا نفهرس أو نقسم هذا المتن إلى خمسة أقسام. من يعرف؟ نعم. المسائل الأربعة. مسائل الأربع. المسائل الثلاثة. والمسائل الثلاثة. لماذا ندرس التوحيد؟ ندرس التوحيد والأصول الثلاثة والخاتمة. وشرح الأصول الثلاثة ثم الخاتمة. طيب بعد هذا ماذا أخذنا؟ من يذكر لي المسائل الأربع ما هي؟ اترك الجوال. نعم. نعم يا أخي. العلم. العمل. والعمل به. والدعوة. والدعوة إليه. والصبر. والصبر على الأذى. في أقسام الصبر. الصبر على طاعة الله. الصبر على طاعة الله. الصبر على عن معصية الله. وعلى أقدار الله. وصبر على أقدار الله. والدليل سورة العصر. طيب عرفنا التوحيد، من يعرف للتوحيد؟ ما هو التوحيد؟ ما شاء الله. نعم أخي. توحيد الربوبية، توحيد الألوهية والصديق. هذا أنواع التوحيد. التوحيد انقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. تعريف التوحيد. نعم. إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد الربوبية. توحيد الربوبية، ما تعريف توحيد الربوبية؟ نعم. إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. توحيد الألوهية. إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أو بأفعال العباد. توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. طيب ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى انتقل إلى القسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ الآن ذكر. نعم. المسألة الثالثة. المسائل الثلاثة باختصار: الأصول الثلاثة، أسئلة القبر. مسائل الثلاثة الآن نذكرها إن شاء الله باختصار. تفرق بين الأصول الثلاثة والمسائل الثلاثة. أصول الثلاثة اتفقنا، أسئلة القبر. المسائل الثلاثة هو القسم الثاني. المسألة الأولى: إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية عندي مثل هذا ما يسمح. إفراد الله سبحانه وتعالى، المسألة الأولى إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. المسألة الثالثة البراءة من الشرك وأهله. انتهى الدرس. الإدارة يقول لابد تطول، أنا ما أعرف إلا أختصر. من يرخص لي الدرس الثاني؟ هلا ذكرت. فقط. نعم. إفراد الله بالربوبية. المسألة الأولى إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات. المسألة الثانية إفراد الله بالعبادة. المسألة الثالثة البراءة من الشرك. أنا قلت لا من يعيد عليه. نعم يا شيخ. المسألة الأولى إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات، أن الحجة قامت علينا برسالة النبي عليه الصلاة والسلام وكنا معذبين حتى نبعث رسول. المسألة الثانية إفراد الله تعالى بالعبادة. إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. أعطينا الكتاب والقلم. إيه؟ القلم مع الكتاب. جزاك الله خيرا. ولو تبقى هنا ابقى هنا وخليها معك. اجلس اجلس.
المسألة الأولى إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية بالأسماء والصفات، أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، إفراد الله سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، العبادة حق لمن؟ لله، فلا يصح أن تصرف شيء من العبادة لغير الله. نعم، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. البراءة من الشرك وأهله. هذه المسألة فيها إشكال. أولا نعيد هذه المسألة، من يعيد علي الثلاثة؟ نعم، المسألة الأولى بالربوبية بالأسماء والصفات، المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، المسألة الثالثة البراءة من الشرك وأهله. كيف نبرأ من الشرك وأهله؟ أظنك مستغني عن الكتاب، أعطيني هو، خلاص أعطيني هو، هو القلم. نعم، جزاك الله خيرا. اللي الإدارة إذا أحد فقد الكتاب ما تعطي كتاب آخر. نعم، لأنه ما يمكن، هو ما يضيع الأوراق، الجواز السفر وكذا، لكن هذه الأوراق تضيع لا إشكال فيها. المسألة الأولى إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية بالأسماء والصفات، المسألة الثانية إفراد الله بالألوهية، المسألة الثالثة البراءة من الشرك وأهله. كيف تبرأ من الشرك وأهله؟ تبرأ من الشرك وأهله بالقلب وباللسان وبالجوارح. مرة أخرى، تبرأ من الشرك وأهله بثلاث أمور: بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب تبغض الكفار وأعيادهم واحتفالاتهم وطقوسهم والشركيات والبدع اللي يصنعوها. باللسان: إنني براء مما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. بالجوارح: لا تشارك الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم وطقوسهم، تشاركهم مثلا في عيد رأس السنة، أو تلبس لباس الكفار، أو مشاهدة كأس العالم، مصارع الحرة، الأفلام كذا. نعم، الكافر عدو لمن؟ عدو لله صح، وللمؤمنين. كيف تعجب به؟ ما يمكن. لابد أن تفرق بين البراءة من الشرك وأهله، وبين التعامل مع الكفار ودعوة الكفار. صحيح، هل يصح التعامل معهم بالبيع والشراء؟ نعم. هل يجب أن ندعوهم الإسلام؟ نعم. بالحكمة والموعظة حسنة؟ نعم. تخون الكافر؟ لا، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخون من خانك. هذا أمر، وهذا أمر. رجل والده مثلا نسأل الله السلامة عافية كافر، ماذا يصنع؟ يحب محبة طبيعية ويبغض في الله، يجتمع في شخص واحد حب وبغض. بغض لأنه كافر، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفة: لا أنهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. إذن لابد أن نفرق بين البراءة من الشرك وأهله. هذه مسألة، مسألة الإعجاب والافتخار بهم و مشاركتهم في أعيادهم واحتفالاتهم وطقوسهم وأن تلبس لباسهم وغير هذا، ومسألة الدعوة والتعامل معهم بالبيع والشراء أو المحبة الطبيعية على ما ذكرنا في القريب. نعم، هذا هو الدرس الثاني. من يعيد عليه هذا الدرس؟ نعم، المسائل الثلاثة. هل المسائل الثلاثة هي الأصول الثلاثة؟ يأتيك السؤال. لا، الأصول الثلاثة أسئلة القبر. المسائل الثلاثة، المسألة الأولى إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات، هذه الأولى. الثانية إفراد الله بالعبادة بالألوهية. المسألة الثالثة البراءة من الشرك وأهله، وتكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، خليل الرحمن، أثنى الله عليه، كسر الأصنام بيده. بعد هذا
يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا رب اجعل هؤلاء في جانب وأنا في جانب، ما أريد أن أراهم. الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة يقول إذا رأيت الكافر أغمضت عيني مخافة أرى عدو الله، ما أريد أن أرى. يقول قالت الهرة قولا جامعا كل المعاني، أشتهي ألا أرى القردة ولا القردة يا غالي. طيب بعد هذا القسم الثالث، أخذنا القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد، وهناك من يدعي الإسلام يحارب دعوة أهل السنة والجماعة لتعليم الناس التوحيد، وهذه مصيبة. نعم، ما يمكن. من الذي يحارب التوحيد؟ أئمة الكفر، بل هناك من أئمة الكفر من كان على الكفر من لا يحارب التوحيد، مثل أبو طالب. أي صح. القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد مر معنا. القسم الرابع من سورة الثلاثة، لماذا ندرس التوحيد الثالث. الرابع شرح الأصول الثلاث. الحمد لله وصلنا للمطلوب الآن، هذا هو يعني لب الموضوع. الأصل الأول من أصول الثلاثة، تسأل أول ما تسأل في القبر عن ماذا؟ نعم، من ربك؟ فإذا قيل لك من ربك ما تقول؟ تقول ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي. إذا كان هو الرب لابد أن يكون هو المعبود، ليس لي معبود سواه. صحيح. فإذا قيل لك من ربك ما تقول؟ نعم، ربي الله الذي رباني، يعني ما لا هنا لا خالق إلا الله ورب جميع العالمين بنعمه، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. اسمع، لا يوجد أحد على وجه الأرض إلا ويعرف أنه مخلوق. صح. نعم، حتى النمرود حتى فرعون يعرف أنه مخلوق. النمرود عندما ناظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال أنه حي وميت، ترك له هذه المسألة وأتى بحجة أقوى من الأولى، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. لماذا لم يقل النمرود لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أنا الذي أخرجت الشمس من هنا، غيرها واجعلها تخرج من هنا؟ لماذا لم يقل هذا؟ نعم، لا لا يعرف. ارفع اصبع. نعم، يعلم انه مش هو اللي طلعها. كيف هو مش هو اللي طلعها؟ اي بس كان يستطيع يقول انا اللي اخرجته من هنا، لماذا لم يقل هذا الكلام؟ شرك. هو طاغوت. هو ايش فيك انت؟ ايش بقى هذا نمرود هذا؟ ايش فيك انت؟ نعم، ما يقدر يعني. لا، فتح الله عليك. لو قال أنا الذي أخرجت الشمس من هنا لقامت الأمة كلها وقالت يا كذاب قبل أن تخلق والشمس تخرج من هنا. نعم، إذن لا يوجد أحد على وجه الأرض إلا وهو يعرف أنه مخلوق، ما يوجد. نعم، حتى ما حصل من النمرود. نعم، فبهت الذي كفر أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. كل واحد منا يعرف أنه مخلوق. نعم. طيب، فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة، قلنا تقول أسئلة القبر. من ربك؟ ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. بما عرفت الله؟ كيف؟ ما الأدلة على وجود الله؟ بالله أعطينا قلم، قل لي أعطينا قلم، جزاه الله خير، هات القلم، أعطينا قلم الله يجزاك خير، وأنا ما أكتب.
سبحان الله. جزاك الله خير. ما كان موجود في التعليمات. نعم. ما كان موجود في التعليمات. أنا ما أعرف. النظام الآن هناك ما يعرف تعرف ولا تعرف. نعم. نظام نظام. قلنا أصول الثلاثة أسئلة القبر. من ربك؟ ربي الله ذي رباني رب جميع العالمين بنعمه وهو معبود ليس معبود سواه. بما عرفت الله؟ تقول بآياته ومخلوقاته. أو اختصر هذا، الأدلة إجمالا على وجود الله أربعة. إذا تريد أن تناظر الكافر، الصحيح في دعوة الكفار أن لنا نناظرهم، يعني ما تقول عندكم كذا، لأنه قلت عندكم كذا قالوا عندكم أنتم كذا، تقول لا نقاش ولا نريد أن نبين ما أنتم عليه، يعني من التخلف. يعني صحيح هذا التخلف. في أحد يعبد الصليب؟ في عاقل يعبد الصليب؟ لماذا؟ قال لأن الصليب عندهم الآلة التي صلب عليها الرب، صح؟ طيب آلة عذب عليها الرب في اعتقادهم، الأصل يعبدوه أو يكسروه؟ كسروه، صحيح. الثاني رب يصلب، هذا جنون، صح؟ في عاقل على وجه الأرض يقول أنه واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، هذا متخلف، هذا حتى ما يصلح أن يكون في الصف الأول ابتدائي. واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، صح؟ عندهم مو عندي أنا، تخلف هذا ما يمكن. في أحد يعني عنده حضارة وثقافة، أبو الفيسري والي؟ والله ما في. لا في موجود هذا. نعم. في أحد عاقل يشرب الخمر ويذهب عقله، هذا عاقل؟ مو عاقل. وحدث ولا حرج، ما أريد أن أتعرض هذه المسائل، لكن يعني الإعجاب بالغرب يعني مشكلة والله، صدق والله. إذن الأدلة إجمالا على وجود الله أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. الأدلة إجمالا على وجود الله أربعة: العقل والحس والفطرة والشرع. الشرع الشرع الشريعة الكتاب والسنة. نعم. كلم عربي أنا ما أدري، آسفين. نعم. العقل، أنا أعيد أحيانا عشر مرات: العقل والحس والفطرة والشرع. في دواء 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 لكن لا يباع في الصيدلية، اسمه أسبرين، على وزن أسبرين. الأول العقل، يستحيل العقل أن يتصور وجود مخلوقات وانتظام بديع طلوع الشمس وغروب الشمس والمجرات والبحار والأنهار والأشجار بدون أن يكون لها خالق مدبر، صح؟ هذا الجوال، جوال الأخ، جوال يعني فيه تقدم وكذا، فهو يعني عندما ينظر في هذا التقدم وكذا يقول والله إن الشركة المصنعة لهذا الجهاز شركة متقنة، لكن لا بد أن يكون فيه خلل. كيف بهذه المخلوقات انتظام بديع لا خلل؟ ألا تدل على اللطيف الخبير؟ بلى. هذا العقل. الثاني الحس، تكون في كرب وشدة، ترفع يديك للسماء تقول يا رب فرجها، تجدها تنفرج، دليل حسي. قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وما في السماء من سحابة، قال اللهم أغثنا، نزل الغيث، دليل حسي على وجود الله محسوس. الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، يدعو أمامهم الصخرة تنفرج تنفرج حتى خرجوا يمشون، دليل محسوس. الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأباه أبواه يهودانه وينصرانه ومجلسانه، كيف؟
أنتم أعلم مني بكيف هنا. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. لا يعرف الصلاة ولا يعرف التوحيد ولا يعرف اللغة العربية ولا قراءة الفاتحة ويعرف الثقافة كذا ويقرأ في كذا وكذا. أبواه يهودان والصلاة المجلسان. حتى هو الآن عندما يتكلم مع زوجتي في البيت لا يتكلم معها باللغة العربية. نعم. وبعد هذا يريد الأولاد أن يخرجوا على ما كان عليه الصحابة. ما يمكن. أبواه يهودان والصلاة المجلسان. الآن هم ما يريدوا على ما يذكر يعني بعض الإخوة، هم ما يريدكم أنتم، يريدوا الجيل الجديد. أي نعم. والجيل الجديد الإحصائيات التي يعني عند هؤلاء أن عدد أهل الإسلام في أوروبا كاملة سوف يصل في يوم من الأيام إلى 60%. لكن يقولوا لا إشكال، لأن هؤلاء على الإسلام، أي إسلام، ميم سين لا ميم، ولا إشكال فيه، لا صلاة لا توحيد، يشرب الخمر وكذا وكذا على ما كان عوده أبوه، الفطرة. الرابع الشرع، وهذا كثير، بل ما من آية في كتاب الله إلا وتدل على توحيد الله. مرة أخرى، بما عرفت الله تقول بآياته ومخلوقاته، أو الأدلة على وجود الله الإجمال العقل والحس والفطرة والشرع. الآن كل من صرف شيء قليل أو كثير من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. نحن الآن إخواننا هنا في الدورة إن شاء الله نريد أن نتعلم الحكم على الفعل، الحكم على الفعل. أما فلان مسلم كافر فاسق مبتدع كذا، هذا ليس إلينا، هذا لابد من الرجوع فيه إلى العلماء الربانيين. حكم العلماء أنه كافر كفرنا، توقفوا توقفنا. مرة أخرى، نحن هنا في الدورة طلاب نريد أن نتعلم حكم الفعل، أما الحكم على الفاعل لابد من الرجوع فيه للعلماء، سواء كان التبديع أو التفسيق أو الكفر أو الإلحاد أو غيره. لماذا؟ لو جاءت مرأة الآن إلينا وقالت قال لي زوجي كذا وكذا، هل أنا طالق؟ نفتيها؟ لا، نقول أرجع للعلماء. خروج مرأة من عصمة رجل لا نقدر عليه، كيف تخرج إنسان من الدين أو إطلاق الكفر أو التبديع أو التفسيق عليه؟ ما يمكن، هذا للعلماء. فالعلماء يقيموا على هذا الحجة وتنتفي عنه الشبهة، ثم يقيموا عليه الحكم. إذا قاموا عليه الحكم قلنا بما قال العلماء، توقفوا توقفنا. مفهوم؟ إذا تحذر من إطلاق الأحكام على الأشخاص، وهذا ما يكون إلا بعد مراجعة العلماء. إذن كل من صرف شيء من العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. يبقى معنا أن الله سبحانه وتعالى فرض علينا فرائض، والعبادة حق لله. كل من يصرف شيء من العبادة لغير الله فقد وافق الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ عبادات مثل ماذا؟ مثل الدعاء. نعم، الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. هات
جزاك الله خير. أنا لو أدري أنتم بهذه الطريقة كان أنا من قبل أني أروح أمر على فرنسا وكذا جئت هنا. نعم. الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر، يصلي لغير الله، يصوم لغير الله، يحج لغير الله، شرك، شرك أكبر. نعم. إذن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر، كمن صلى وصام وحج لغير الله. الثاني دعاء مسألة، دعاء سؤال، تطلب من إنسان شيء. هذا الدعاء، دعاء المسألة، ينقسم إلى قسمين، فيما لا يقدر عليه إلا الله وفيما يقدر عليه المخلوق. فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر. طلب الولد، طلب الرزق، هل يطلب من المخلوق؟ لا، هذا لا يقدر عليه إلا الله، مع أنه مسألة لكن لا يقدر عليه إلا الله. الثاني فيما يقدر عليه المخلوق، أنا أقول لهذا الأخ اعطني كاسة ماء، يقدر؟ نعم. فهذا دعاء المسألة يصح أن يطلب من المخلوق بشروط أربع: أن يكون حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب. حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب. حي خرج بهذا الميت، يطلب من الميت شرك أكبر. حاضر خرج بهذا الغائب هنا وينادي الولي الذي في الهند مثلا. قادر خرج بهذا العاجز. سبب، ما لو اعتقد أن لهذا تصرف خفي في الكون وبيده جلب المنافع ودفع المضار. مرة أخرى، الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر، يعبد غير الله، الصلاة والصيام والحج، شرك أكبر. الثاني دعاء مسألة، ينقسم إلى قسمين: فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر، طلب الولد والرزق، وفيما يقدر عليه المخلوق يصح بشروط أربعة: أن يكون حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب. حي خرج بهذا الميت، حاضر خرج بهذا الغائب، قادر خرج بهذا العاجز. سبب، ما لو اعتقدت أن لهذا تصرف خفي في الكون وبيده جلب المنافع ودفع المضار. تعيد علي إن شاء الله. لا هذا. نعم، الدعاء ينقسم إلى الأول دعاء، دعاء عبادة صرف لغير الله شرك أكبر، الصلاة والصيام والحج والزكاة. والثاني دعاء مسألة، ينقسم إلى قسمين: فيما لا يقدر عليه إلا الله صرفه لغير الله شرك أكبر، وفيما يقدر عليه المخلوق يصح بشروط أربعة: أن يكون حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب. مثل الدعاء الاستعانة، أنا أطلب من هذا الأخ، أقول أعني في حمل هذه الطاولة، يصح؟ ننظر، حي واحد، حاضر نعم، قادر نعم، سبب نعم، أقول إن لم تحمل يحمل هذا ولا إشكال، مفهوم؟ طيب، إذن الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة مثل باب الدعاء، يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بشروط أربعة: أن يكون حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب. الناس انقسموا، هذا أمر مهم في الاعتقاد في الأسباب، إلى ثلاثة أقسام: صحيح وشرك أكبر وشرك أصغر. الصحيح أن يعتقد ويجعل ما جعله الله سبحانه وتعالى سبب، سببا جعل لنا الله سبحانه وتعالى الأسباب إما شرعية أو حسية. لديه آلام في البطن، ماذا يصنع؟ ذهب إلى الصيدلية وأخذ حبة دواء وشرب، قال بسم الله اللهم اجعل فيها شفاء، يصح، سبب حسي. أو أخذ شيء من الأعشاب، نعناع وكذا، وضع عليها ماء حار وشرب، يصح، سبب حسي. أو قرأ على بطنها الفاتحة مثلا، يصح،
سبب شرعي. إذا اعتقد وجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب هذا صحيح. مثل قلنا أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا أسباب إما شرعية أو حسية. الثاني يضع على باب المنزل أو على السيارة أو على الولد رأس الثور، أعنى الذئاب، الحافر، النعل القديمة، إطارات السيارات، بعض الأشجار والخرق، خمسة وخميسة، كف، يكتب على باب المنزل عين الحسود لا تسود، حوت أو أسد أو سمكة أو كذا. لماذا يا أخي تضع هذه على باب المنزل؟ قال لأن هذا رأس الثور هو الذي يطرد الجن والشياطين، هذا شرك أكبر. الثاني قال لا، الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأشياء أسباب لدفع العين، والله لم يجعلها أسباب لدفع العين سبحانه وتعالى، فهذا شرك أصغر. يضع الناس اليوم إلا من رحم الله يضعون هذه الأشياء؟ نعم كثير. اترك الأشخاص، احنا قلنا الفعل إذا اعتقد أنه مؤثر بذلك هذا هو الشرك الأكبر، وإذا اعتقد أن السبب الله سبحانه وتعالى ما جعل السبب هذا شرك أصغر. إذن هذه الأمور لابد أن تزال. نعم، حتى أن الآن يعني التعليق على بعض الأولاد وعلى كذا وعلى بعض الناس، يعني تجد تنظر في إنسان ما تعرف هل هو ذكر أم أنثى من كثرة ما يعلق. نعم طيب، إذن الناس انقسموا في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام، صحيح وشرك أكبر وشرك أصغر. طيب بعد هذا الخوف، الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام، خوف عبادة وتعظيم وسر، صرف لغير الله شرك أكبر، فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا الأخ مديره في العمل قال ما تصلي، قال حاضر، وجاء وقت الصلاة صلى. إذا خاف وترك الصلاة خوف عبادة، ما يمكن يترك الصلاة. وحتى لو جاء والد وقال ما تصلي، قال سمعا وطاعة، إن شاء الله خير، ويصلي. صحيح؟ إيه نعم، ما يمكن يطيع المخلوق في معصية الخالق. الثاني خوف طبيعي جبلي لا يلام عليه العبد، يخاف من اللصوص، من قطاع الطريق، يخاف من النار، يخاف من الأسد والسباع، يصح، فخرج منها خائفا يترقب، يصح ولا إشكال فيها. الثالث خوف محرم، وهو الخوف المؤدي إلى القنوط من رحمة الله أو طاعة المخلوق في معصية الخالق. يأتي الشيطان لبعض الناس وهو في المسجد يقول ماذا تصنع؟ لماذا دخلت إلى المسجد؟ قال أصلي. قال كذاب أنت، أنت صنعت قبل الصلاة صنعت كذا وكذا وكذا من الذنوب. فهذا يحدث الشيطان يقول يعني ماذا نصنع؟ قال اترك العبادة، اخرج واجعلها كلها ذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الشيطان يريد يقنطك من رحمة الله وانت تطلب من الله سبحانه وتعالى. صح؟ اي نعم. أو طاعة المخلوق في معصية الخالق. إذن الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام، خوف عبادة وتعظيم وسر، ما يمكن يخاف ويعبد إنسان. الثاني خوف طبيعي جائز لا يلام عليه العبد من اللصوص من قطاع الطريق. الثالث خوف محرم وهو المؤدي إلى القنوط من رحمة الله أو طاعة المخلوق في معصية الخالق. عندنا الذبح أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ذبح لله هدي وأضاحي وعقيقة وصدقات، وذبح جائز يذبح هذا لماذا؟ حتى يأكل. يذبح لماذا؟ لأنه تاجر جزار يبيع اللحوم، يصح؟ يصح. الثالث ذبح شرك أكبر لغير الله محبة وتعظيمة، ذبح للجن، لأصحاب القبور وغير هذا. نكتفي بهذا. من يعيد لي أقسام الدعاء؟ نعم، اللي نايمين في الخلف هناك. نعم، من يقول لي أقسام الدعاء فقط؟
ما شاء الله. بسم الله. دعاء طلب. دعاء عبادة, ودعاء مسألة. دعاء العبادة صرف لغير الله شرك أكبر, كمن صلى وصام وحج لغير الله. الثاني دعاء مسألة. وقلنا هذا ينقسم إلى قسمين, فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر, وفيما يقدر عليه المخلوق يصح بشروط أربعة, أن يكون حي وحاضر وقادر وتعتقد أنه سبب, مثل الدعاء الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة. غرق في البحر هذا الأخ, وينادي هذا على الشاطئ يقول له فلان أغثني أغاثك الله, يصح؟ ننظر, حي حي, حاضر حاضر, قادر نعم, يأتي أو يتصل على الشرطة ويعتقد أنه سبب, قال جاء الحمد لله, إن لم يأتي يأتي الله بالفرج, يصح؟ لكن إنسان آخر غرق في البحر ينادي يا ولي في الهند, يصح؟ ها؟ شرك أكبر. نعم. طيب الخوف ثلاثة, خوف عبادة وتعظيم وسر, صرف لغير الله شرك أكبر. الثاني خوف طبيعي من النار من اللصوص من قطع الطريق. الثالث خوف محرم, الخوف المؤدي إلى القنوط من رحمة الله وطاعة المخلوق في معصية الخالق. عنده سؤال سهل جدا, اللي يعرف يرفع اسمه, ما حكم الخوف من الجن؟ سهل, من يعني ما حكم الخوف من الجن؟ خطأ. خوف طبيعي. خطأ. نعم. خوف إذا اعتقد الإنسان أنه هذا الجن يعني له تصرف. الله يفتح عليك. في تفصيل. نسأل هذا, تخاف من الجن؟ أخاف. قال نعم. ماذا تصنع؟ قال أقرأ آية الكرسي وأقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وما أنام وحدي, يصح؟ يصح, بل أدى إلى التوحيد. جاءنا آخر, تخاف من الجن؟ قال نعم أخاف. ماذا تصنع؟ قال أستعيذ بهم, أذبح لهم وأتقرب إليهم, فهذا شرك أكبر. نعم. بعد هذا الذبح, أقسام الذبح. نعم. وهي حرام. ذبح لله هدي وأضاحي عقيق الصدقات وذبح للجن شرك أكبر. ما يصح أن تقول محرم يا أخي, شرك أكبر. ذبح لغير الله محبة وتعظيم, ذبح للجن وأصحاب القبور. الثالث جائز, شاة اللحم والتجارة وكرام الضيف. هذا تقريبا ما يتعلق بالأصل الأول. الأصل الثاني الإسلام. يسألك إنسان يقول أنت مسلم, إيش تقول؟ والبقية ترى الآن يقول أنت مسلم, تقول نعم. قال اشرح لي هذا الإسلام اللي تدعي. يلا من يعرف الإسلام؟ اللي يعرف الإسلام مسلم, واللي لا يعرف الإسلام هو ميم سين لا ميم, والبقية ميم سين. يا أخوان بالله, من تريد يتعلم الإسلام؟ أبو جهل؟ ما أعرف. يأتيك إنسان يقول أنت مسلم, إيش تقول؟ نعم. تشك في هذا؟ مسلم. يلا قال اشرح لي الإسلام الذي تدعي. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الإسلام هو أن تسلم لله, لا تعترض ولا تتكلم بكلمة, تقول إذا دخلت في الإسلام أنت مسلم لله, ولا تقول لماذا نصلي الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات ونجهر في الفجر ونجهر في الظهر, ولماذا نصوم رمضان ولا نصوم شوال, ويسلم وتسليم. الاستسلام لله
بالتوحيد والانقياد لابد من عمل، تمشي تعمل، تقول لابد تطيع، وضد الطاعة معصية. والبراءة من الشرك وأهله تقدم معنا، وتقدم معنا التوحيد، هذا واضح. ما هي السؤال الثاني؟ خلاص انتهينا، عرفنا الحمد لله من هو على الإسلام من هو على غير الإسلام. الثاني إخواننا، احنا ما نكفر أحد، لكن نحن هذا الكلام يعني نريد تذكيركم به، لأنه هم أرادوا منا هذا. لا تعرف عن شيء عن الإسلام أصلا، والله ما تصدق يا أخي. يسأل بعض الناس مسلم لكن ميم سين لام ميم، يسأل من نبي هذه الأمة مسجل، والله هذه الأسئلة مسجلة، يعني اختار بعض الناس يقول من نبي هذه الأمة، والله ما يعرف هو مسلم، هذا مسلم ما هو مسلم، من نبي هذه الأمة لا أدري، أركان الإسلام لا يدري عنها، أركان الإيمان لا يدري عنها. إذا طاح للولد سن إيش يصنع؟ قال استقبل الشمس وقل يا شمس يا شموسة. الشمس تعطيك شرك أكبر هذا، صح؟ من يعطيك السن يا أخي؟ كفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكروا هذا، اليوم ينكر من يدعي الإسلام، والله صدق. أولياء يقول هذا أولياء، أولياء يخلقون، بل أحياء عند ربهم يرزقون، يرزقون. اليوم يقول هذا، يعني في دولة من الدول يوجد إنسان يدعي أنه ولي من أولياء الرحمن، وهو ولا شك في أنه ولي من أولياء الشيطان، أخذ أموال القرية كلها. هناك رجل في القرية ما بقي معه شيء إلا أن لديه شاة، وقال أنا يعني أموت الآن، أريد أن أبيع هذه الشاة وأشتري طعام. تخفى وخرج، وهو يمشي قابل الولي، شاء فإن خبيها في جيبه ما يستطيع. قال إلى أين؟ قال أبيع هذه الشاة لأني أوشكت على الهلاك على الموت. قال لا، اعطني الشاة. قال ما أستطيع أموت، انتهى الأمر. لا، قال اسمع، ترى الحجارة اللي هناك؟ قال نعم. قال هذه الحجارة، هذه قطيع من غنم كانت الإنسان، وعندما طلبتها منه لم يعطني إياها، فقلبت هذا القطيع إلى حجارة، إما أن تعطيني هذه الشاة أو أقلبها حجارة. هذا يعني هو يدق، ما أعرف، هم قالوا إذا يدق 20 كرات، الآن 40، إن شاء الله يدق ثالث تصير 60. فقال إما أن تعطني هذه الشاة أو أقلبها لحجارة. شوف إخواننا، أحيانا يعني يدق جوال بعض الناس، والله يعني هو ما يعني ما تنبه له، هو ما يدق أصلا. أنا ولكن لابد يعني من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بماذا؟ بالحكمة. اشتريت يوم من الأيام جهاز محمول جديد ولله الحمد، ودخلت صلاة الجمعة، وضعت الجهاز على الصامت وأخذت أصلي، وأنا في الصلاة أسمع موسيقى صاخبة، وأنا أقول أعوذ بالله، من هذا اللي؟ والصوت يقوى، وإذا هو من جيبي، مبرمج في الشركة أن الصامت كان على موسيقى. الله، يعني قد يخطئ بعض الناس ولا إشكال، خاصة يعني ليس منا من لم يوقر كبيرا، إن شاء الله نهاية الدرس، إلا إذا الإدارة تريد شيئا. فقال إما أن تعطني هذه
أغنام هذه الشاة أو أقلبها لك إلى حجارة. فهذا احتار يعني ماذا يصنع، ذهبت الأموال وتذهب الشاة ويموت. ففكر ثم قال اسمع يا ولي اسمع، ما رأيك لو ترجع هذه الحجارة أغنام وأخذ أنا النصف وأنت تأخذ النصف والحمد لله نرتاح، أنت ولي تقلب الحجارة، ارجع أقلب هذه الحجارة الأغنام والحمد لله ونستريح. قال لا معاند أنت، أمشي خذ الحمد لله. إخواننا ما يمكن أحد ينكر هذا أن الله هو الخالق. طيب نعم نعم، مراتب الدين كم؟ لا مو أركان الإسلام، مراتب الدين. ها انتهى الوقت الحمد لله. سبحانك بعد الاستراحة. والله ظننت أنه سبع يعني. لا ساك الله خير. تفضل أخوانا.